بقول لكم ايه، انا هقعد اكلمكم عن الحوار الوطني والجلسات واحنا معانا اعضاء مجلس الامناء بنفسهم على التليفون، ده حتى يبقى مش صح. ولا يا جماعه معانا على التليفون استاذ عماد؟ طيب حلو جدا، احنا معانا على التليفون بكل الترحيب كاتبنا الصحفي الكبير استاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وطبعا عضو مجلس الشيوخ. اهلا بيك. اهلا بيك، اهلا بيك استاذ يوسف، تحياتي لك ولكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك يا سياده النائب. يعني انا كنت بتكلم على المخرجات اللي حصلت النهارده، بس فعلا انا في البدايه قلت اشفق عليكم جدا من الجلسات الطويله لمجلس الامناء تحضيرا بقى للحوارات او للحوار الوطني نفسه ومحاوراته ومناقشاته. عايز أبدأ بأنه كانت هناك الكثير من الأسئلة والمناقشات فيما يتعلق بالجلسة الثانية مش الجلسة الأولى، صح؟ صح كده. البس على مستوى الشكل يعني إشفاق النهاردة، بالعكس الاجتماعين كانوا قصيرين، يعني تقريبا كل اجتماع على 3 ساعات بس. دي حاجة بسيطة كده بالنسبة لكم. طبعا بالنسبه للزياره شلون، دي حاجه كويسه، يعني حاجه يعتبر انجاز. يعني بدات 12 خلصت 6 الاجتماعين. انا اظن انه الاجتماع الثاني طبعا كان مهم للغايه. الاجتماع الاول كان مهم لانه اتخذ مجموعه من الاجراءات، حضرتك تقريبا تفضلت بشرح وسرد معظمها. الاجتماع الثاني كان مهم لانه كان حوار جيد وثري بين مجلس الامناء والمقررين العموم والمقررين المساعدين ومقرر اللجان و مساعديهم. والمهم جدا الناس، لانه المساله مش ميكانيكيه ان احنا هنعمل كذا فهنعمله كده بالظبط، لا صحيح، بيبقى فيه اخذ ورد، وكان فيه اسئله كثيره جدا من الزملاء اللي هم المقررين، وبعضهم يعني استفاض في حاجات كثيره جدا. وللامانه ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي رد بوضوح واسلام على كل هذه النقاشات، وانتهى الامر الى يعني تفاهم كبير. النقطه الجوهريه ربما بقى، يعني انت حضرتك تقريبا حرقت كل الاخبار اللي موجوده في البيان، ما خليتنيش حاجه اقدر اقولها. لا خالص، لسه عندنا حاجات كتير، بس قول لي. الجزء اللي انا شايفه مهم جدا، زي ما بدات جلسات الحوار الوطني، وكما تعلم غالب 19 زائد المنسق العام والمستشار محمود فوزي من مشارف سياسيه وفكريه مختلفه. مظبوط. كلهم لون واحد. فيهم اليمين واليسار والوسط واللي مع الحكومه واللي ضدها واللي مع الاهلي واللي مع الزمالك. واقصى اليسار يعني دكتور جوده. بالضبط. طبعا. بالضبط. فالناس بدايه الحوار في البدايه كان فيه توجس وريبه وشكوك، وده تقريبا اللي كان من بعض اعضاء المقررين. في الجلسه النهارده كان فيه تفاهم وتناغم كبير، يعني ودي نقطه هي تقودني الى النقطه الاهم. مش بس الحوار الوطني قد ينتهي بعد اسبوعين ثلاثه ولا شهرين ثلاثه وخلاص بناء على القضايا اللي هنناقشها، لكن انا شايف القيمه في الحوار الوطني انه يؤكد ان هذه الاداه اللي هي فكره الحوار بين كل مكونات العمل الوطني الشرعي في مصر تستطيع ان تتغلب على عقبات كثيره. الناس لما بيسمعوا بعض بيعذروا بعض، بيفهموا بعض، بيقدروا يوصلوا الى حلول وسط. صح. محدش بيقعد يخطب كل واحد يخاطب مؤيديه ويعتقد انهم سلك ناصيه العلم اللدني والكلام والحقيقه المطلقه. دي كانت نقطه في منتهى الاهميه في الجلسه الثانيه النهارده. ويعني حتى لما كان في استفسار من بعض الاخوه المقررين، مقرر اللجان او مساعد المقررين، اللي تولى الرد وهفترض نظريا انه معارض، اللي تولى الرد عليه معارض اخر في مجلس الامناء. لا طب قول لي، والنبي غششني ما تسيبنيش كده. يعني معارضه انا شايف قدامي على الاقل في اطار الصوره اللي انا شايفها، الدكتور جوده معارضه، احمد شرقاوي معارضه، نجاد البرعي معارضه، يعني مين كان معارضا فابدا وجهه نظر ما مين فيهم، ومين المعارض الاخر اللي رد؟ لا انا مش هقول لك، انا بضرب مثل فقط. لا يعني مش هجاوبك، لا والله مش كده. لا انا عايز اوصل، انا صاحبك، بعيد عن الفكره، عن الفكره الشخصيه هي. فكره انه الناس لما بتقعد هنا، الحكومه او المعارضه، الناس لما بتقعد مع بعضها بيفهموا بعض اكتر، بيتواصلوا اكتر، بيتقاربوا اكتر، بيقدروا كل واحد، انت عارف، كل واحد يلتمس العذر الاخر، فبتقدر توصل لحل وسط حقيقي. اسهل حاجه حد يجي يقول لك والله احنا عايزين نخلي مرتب الموظف
20,000 جنيه، كويس ماشي كلنا نتمنى ذلك. عينينا. بس حد تاني هيجي يقول طب يا اخوانا انا يعني هجيبهم منين دول؟ تعالوا تعالى خليك مكاني فالناس يبتدوا يوصلوا الى حاجه طبيعيه وتقديريه صحيحه. انا بضرب المثل ده مش بذاته، لا بضربه على قضايا كثيره. هناك اعتقاد عند البعض ان هناك حلول سحريه، كان الله يرحمه عندنا واحد خبير اقتصاد مشاور اسمه كان بيقول لك انا حل ازمه مصر كلها في دقيقتين. الله يرحمه. وده كلام يا ليته كان صحيح، محدش كان غلب طبعا. فبالتالي هي فكره النقاش والفهم وعرض المعلومات وعرض الواقع كما هو مفيد، انه بيخلي الناس تقدر توصل للحقيقه، يخلي المعارض قد يخفف من معارضتي ويجعل الحكومي قد يتفهم وجهه نظر المعارض. طيب استاذ عماد اللي بتقوله ده بيخليني فعلا بفكر معاك بصوت عالي، يعني ال 19 زائد واحد زي ما بنقول جايين زي ما ذكرت نصا كده حضرتك، جايين من مشارب واتجاهات فكريه مختلفه جدا، من اقصى اليسار لاقصى اليمين الى اخره والوسط وما الى ذلك. وفي البدايه اكيد كانت الجلسات، انا ما كنتش في وسطكم يعني، لكن اكيد كانت تحمل قدرا لا باس به من الشد والجذب. فاللي بتقوله لي النهارده بيقول انه هو ده الغايه الرئيسيه من الحوار. عندما تنتهي جلسات مجلس الامم ويبدا الحوار نفسه، احنا هنقعد وهنسمع بعض، لكن المناقشه بتخلق دايما ما يطلق عليه الانجليزي الكومن جراوند، نحن نقف على ارض ما. حضراتكم في الحوار في مجلس الامم انا لمسته ده بالفعل بالواقع، حقق بالفعل هذا الذي تتحدث عنه الارضيه المشتركه دي. حتى الشعار العام بتاع الحوار اسمه المساحات المشتركه، الحوار الوطني المساحات المشتركه، ان انت بتشوف يعني في ناس ممكن تقعد كل واحد يجيب اقصى حاجه متطرفه عنده، بس في حد ثاني يقدر يقول طب ما تيجوا نشوف المشترك اللي بينا ونعظمه ونشوف المختلف ونقلله. ودي فكره يعني اتمنى ان كلنا نعيها بصوره واضحه، واظن ان دي ربما تكون الميزه الحقيقيه من الحوار حتى هذه اللحظه. طبعا احنا ما دخلناش في صلب القضايا، لكن اظني بناء على ما حدث في الجلسات العشره الماضيه، المواضيع كلها كانت اجرائيه وبتحط قواعد، لكن ده هينعكس في الشغل الاساسي اللي هو جاي قريب، بحيث ان احنا ان شاء الله نقدر نوصل للهدف الرئيسي من الحوار، وهو تحديد اولويات العمل الوطني، علاج اي سلبيات ممكن توقف الناس ان تتقدم، البحث فيما هو مشترك بين الناس وتعظيمه، وفيما هو مختلف بين الناس وتقليله، وهكذا. طيب الشغل الاساسي اللي جاي قريب، جاي قريب امتى بقى؟ احنا منتظرين يعني بفارغ الصبر. طيب انت اظن سالتني السؤال ده من حوالي اسبوعين ثلاثه. أيوة. وانا جاوبتك برضو الاجابه اللي هقول لك لما نخلص رسوله هو المؤمنون. لكن نحن نقترب النهارده في فقره مهمه جدا. اللي كان نقاش هقول لحضرتك على حاجه، البعض كان بيتكلم على انه ما نعمل الجلسات بالتوالي. لكن وجهه نظر حسمت وهي التوازي. صح. ايه الفكره تحت التوازي؟ انه الملحق اللجنه او المحور السياسي منعقد، اللجنه بتاعته منعقده النهارده، فممكن يبقى في لجنه منعقده في الاقتصادي في الاجتماعي، كله شغال بالتوازي، كله لو حد انجز شغله بسرعه ممكن تعلن التوصيات والمقترحات. الهدف من ده ايه؟ ان هو الغاء او القضاء على فكره ان فيه ابطاء وتعمد ابطاء، طالما انك حطيت القواعد السليمه فمن مانع ان كل محور هو وشطارته وخبرائه ومتحدثيه يقدر ينجز هذا المحور وهذه القضايا الاساسيه المتعلقه بهذه اللجنه او تلك، هيبقى خير وبركه. ده تطور مهم جدا النهارده. انا اظن انه خلال فتره قريبه جدا هيكون في انطلاق للجان الحوار ان شاء الله. يا ميسر الاحوال، اشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق، عضو مجلس امناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ المصري.